مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. المستشفى الإقليمي في علي سبيحة يقتني أول ماسح ضوئي برعاية رئيس الجمهورية. وزراء التربية واللامركزية يشاركان في اجتماع تحضيري لامتحانات الشهادة الثانوية. نقص حاد في السلع الغذائية وارتفاع أكبر في الأسعار. أهلا بكم. في إقليم علي سبيح رعى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي صباح اليوم الخميس 11 مايو الجاري في مستشفى الدكتور أحمد عبسية ورسمة في إقليم علي سبيحة مناسبة مكرسة لتشين جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الجديد وآلة لمعالجة نفايات الطبية ومعمل، بالإضافة إلى معمل بنك الدم الذي اقتناه مؤخرا المستشفى الدكتور أحمد عبسية في إقليم علي سبيحة. هذه المبادرة في إطار مساعي الحكومة ممثلة بوزارة الصحة الرامية إلى تحسين النظام الصحي في ربوع البلاد، وأن الحكومة الجيبوتية تولي اهتماما خاصا في القطاع الصحي في جيبوتي بهدف تقديم خدمة ورعاية طبية لأهالي القاتلين في المناطق الداخلية وتحديدا منطقة علي سبيح. حظي رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي لدى وصوله إلى المنطقة باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبدلي ووالي منطقة علي سبيحة السيد موسى آدم جني ورئيس المجلس الإقليمي السيد شرماكي حسن. هذا وتلقى رئيس الجمهورية التحية العسكرية من قبل كتيبة القوات المسلحة المتمركزة في إقليم علي سبيحة. هذا وقام رئيس الجمهورية باستعراض أمام وحدات القوات المسلحة المتمركزة في موقع الحفل. وعقب ذلك توجه الرئيس قيلة إلى موقع الحفل مستشفى الدكتور أحمد روبلي ورسما أو الدكتور أحمد عبسية ورسما عفواً، ويعكس هذا الرقم الكبير مدى القدرة الاستيعابية للجهاز الجديد والذي تفوق بكثير قدرة الماسح الطوي التقليدي. إشارة إلى أن الماسح الضوئي الجديد الذي اقتناه مستشفى
الدكتور أحمد عبسية في المنطقة علي سبيح يضاف إلى مجموعة من المعدات الطبية المماثلة، وتأتي هذه الخطوة المنسجمة مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لإيجاد طب محلي يتسم بالكفاءة لصالح جميع الأقطاب الحضرية في بلدنا وخصوصا في المناطق الداخلية الخمسة، طبقا لتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي. الحار وحفاوة بالغة من قبل السلطات ونواب المنطقة بالإضافة إلى أعيان وجهاء منطقة عاسيجوك. قام رئيس الجمهورية بإزاحة الستار على اللوحة التذكارية إيدانا لتدشين هذا المرفق الصحي، وعقب ذلك قام رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي بجولة تفقدية لمختلف مرافق هذا الهيكل الصحي التابع لمنطقة علي سبيحة برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي وسلطات المنطقة وعلى رأسه موالي المنطقة سيد موسى آدم ميكني. هذا وتلقى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي توضيحات مفصلة حول أداء ومهام المصح الضوئي الذي اقتناه مستشفى الدكتور أحمد عبسي في منطقة علي السبيحة. طلع رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي على المعدات والآليات المزودة لهذا المرفق الصحي الذي يقدم خدمات طبية ورعاية لأهالي منطقة علي سبيح والنواحي التابعة لها. وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبد اللي ألقى كلمة أبدى عن ارتياحه لاقتناء جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الجديد، لافتا إلى أنه سيلبي احتياجات سكان منطقة علي السبيح، وقال اليوم تحتفل وزارة الصحة مع أهالي إقليم علي السبيح ودخل بزيارة رئيسنا فخامة إسماعيل عمر قيلي لتدشين هذا المرفق أو هذا القسم المخصص لجهاز المسح الضوئي.
لقد تم تدشين هذا المسح الطوي عفوا لصالح أهالي منطقة علي سبيحة والنواحي التابعة لها. رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي أشار في كلمة له إلى أن هذا المبادرة تأتي في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى تحسين النظام الصحي في البلاد. سواء أكان فردا أم مسؤولا أم وزيرا أم كان رئيسا، نبذل قصارى جهدنا لكي يستفيد من هذه الاستقلالية، وهناك تنافس في هذا المجال، ونحمد الله تعالى على أن تخطى أهالي علي سبيح نحو الأمام وإلى التنمية، ونحث الجميع على الحفاظ على هذه الممتلكات، وأن يضع كل فرد على عاتقه هذه المسؤولية، وكل ذلك يحتاج إلى رعاية خاصة. وأود أن أذكر كل موظف تعلم لخدمة هذا المجتمع أن يخدمهم بإخلاص، ليس فقط على المقابل أو الفائدة التافهة والتي يحصل عليها، ولكن أيضا ينبغي أن يصحب ذلك الشعور بالمواطنة. عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة بالبرلمان اليوم الخميس اجتماعا لها في صالة اللجان لمناقشة مشروع القانون رقم 4 لعام 2023 الصادر من الهيئة التشريعية التاسعة والمتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لسنة المالية 2018 للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أجد أسا، ومناقشة أيضا مشروع قانون رقم 5 لعام 2023 الصادر من الهيئة التشريعية التاسعة والمتعلقة بالموافقة على الحسابات المالية لسنة المالية 2019 للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، ومناقشة مشروع قانون رقم 6 لعام 2023 الصادر من الهيئة التشريعية التاسعة والمتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للسنة المالية 2020 للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أجد أسا، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون رقم هذه المشاريع بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو وبرئاسة النائب شرماكي موسى أرا. كما عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة بالبرلمان اليوم اجتماعا لها في صالة اللجان تتعلق بمراجعة الحسابات المالية للسنة المالية 2021 لمؤسسة ديوان الزكاة والأوقاف، وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب شرماكي موسى أرا، وشهدت حضور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بره وبحضور أمين عام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومدير الأوقاف. وتم إحالة هذه القوانين إلى الجلسة العامة للبرلمان الوطني. عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي يوم أمس الأربعاء أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية الجيبوتية المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف ووزير خارجية رواندا الدكتور فينيستا بيروتا. وقد تعهد وزير خارجية البلدين بتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين عبر آليات اللجنة المشتركة، ما تعهد الطرفان ببذل المزيد من الجهد لدفع التجارة بين البلدين. وتم خلال أعمال الدورة الأولى للجنة الجيبوتية الرواندية المشتركة بحث آفاق التعاون في العديد من المجالات التي أبرزها كالتعليم والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة والشؤون المتعددة الأطراف. وفي ختام الاجتماع وقع الوزيران محضر أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية الجيبوتية الرواندية المشتركة، وهذا وقد أبدت رواندا في السنوات الأخيرة انفتاحها نحو جمهورية جيبوتي لاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي. وفي شأن محلي آخر وتحديدا إلى السعودية، حيث قام وفد جيبوتي رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى الدوالي بزيارة عمل إلى السعودية،
وعقد الوفد الجيبوتي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل التجارة السيد هاني سمبل، وفي كلمة له بهذه المناسبة أعرب وزير الاقتصاد والمالية عن شكره للمؤسسة على هذا الدعم الذي يعكس الشراكة القائمة بين الجانبين. وعلى هامش هذه المناسبة وقع وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلى سمو شدوالي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل التجارة السيد هاني سنبل على اتفاقية تمويل بقيمة 600 مليون دولار على مدار 5 سنوات لدعم مشروعات الكهرباء والطاقة وتطوير البنى التحتية ومحاربة الفقر. وفي شأن محلي آخر، وتحديدا فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية ووزارة اللامركزية، ترأس وزيراء التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود والوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد قاسم هارون صباح اليوم اجتماعا لتحضير امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 على مستوى الأقاليم الداخلية. وشارك في هذه المناسبة أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأمين عام وزارة المنتدب المكلفة باللامركزية، وبحضور سلطات المناطق الداخلية. وخلال هذه المناسبة عبر رؤساء المجالس الإقليمية ممثلي الدول ووزارات التربية ووزارة التربية واللامركزية عبروا جميعا خلال الاجتماع 7 مايو تتعلق بخطة التحضير والتنظيم للشهادات الثانوية في المناطق الداخلية. هذا وناقش الحضور السبل الكثيرة لتنظيم هذه الامتحانات ولإنجاحها خلال الامتحانات المقبلة لعام 2023. هذا وتم تسليط الضوء على الآليات التي تم اتخاذها لتنظيم هذه الامتحانات على المستوى المناطق الداخلية. الوزير المنتدب المكلف باللامركزية أشار في كلمة له إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح هذا البرنامج التربوي. L'année scolaire 2022-2023 tira à sa fin. Le moment est venu pour les parties prenantes de l'organisation des épreuves de baccalauréat dans les régions de s'atteler à la tâche. لقد شارف العام الدراسي 2022-2023 على الانتهاء، وبالتالي فإن الوقت قد حان بالنسبة للأطراف والجهات المعنية بتنظيم وإجراء الامتحانات الشهادة الثانوية على المستوى الأقاليم الداخلية. وبهذه المناسبة يسرني أن أعبر عن بالغ سروري لمصادقتي على كيفية إجراء هذه الامتحانات لإعطاء فرصة لأبنائنا وبناتنا في صف الثالث من المرحلة الثانوية لخوض هذه الامتحانات في أجواء مواتية. بالفعل فقد تم اتخاذ تدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج، وهو ما يجمعنا في هذا اليوم. وإن من الضروري انخراط جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه العملية دون استثناء، ما من شأنه ضمان مستقبل أفضل للمناطق الداخلية. لقد عبر رؤساء المجالس الإقليمية وممثلو الدولة والوزارة التربية عبروا جميعا خلال الاجتماع 7 مايو الجاري عن مدى اهتمامهم لإيجاد تنسيق فعال فيما يتعلق بخطة التحضيرية وتنظيم الشهادة الثانوية وتعزيز نسبة النجاح في عام 2023، وقد تم تقسيم العمل بين جميع تلك الجهات. من جهته أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي يدعم مشروع امتحانات الشهادة الثانوية على المستوى المناطق الداخلية. À l'occasion donc de la deuxième année de décentralisation des baccalauréats dans les régions de l'intérieur, permettez-moi tout d'abord de présenter. بمناسبة العام الثاني على التوالي من مركزية الامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى المناطق الداخلية، اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالتهنئة وإشادة إلى فخامة الرئيس الجمهورية
السيد إسماعيل عمر أجيلي على دعمه وتشجيعه لهذا المشروع، الأمر الذي يحفزنا ويحثنا على مضي قدما. فالنجاح الذي تم تحقيقه في إضفاء الطابع اللامركزي على هذه الامتحانات لم ينجم عن فراق، بل بفضل هذا الدعم اللامحدود. وفي هذا اليوم فإننا نعبر عن رضانا لحصيلة العام الأولى من النتائج هذا المسار واللامركزية الامتحانات الثانوية على جميع المستويات، سواء من حيث التحضير والتنظيم أو من حيث النتائج المرجوة. إن المعطيات على الأرض تدافعنا وتشجعنا على مواصلة في هذا الاتجاه، كما أن نعبر أيضا عن رضانا التام فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لأولياء الأمور الطلبة والطالبات، فقد كان لافتا مشاركة كافة الأطراف، المحافظات والمجالس المحلية وقسم الإقليمي للتربية وجمعيات أولياء الأمور والمجتمع المدني بإضافة إلى قطاع الخاص ولا سيما المطاعم والفنادق، فقد كانت مشاركة جميع تلك الجهات نموذجا جدير بالتقدير والاحترام. أشكرهما جميعا، بفضل هذا التعاون نجحنا في توفير الأجواء الملائمة وشفافية للعملية. حان الأذان توقيت صلاة المغرب بجيبوتي وطواحيها. مدني حفل اختتام دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية استمرت لمدة أسبوعين لمجموعة من رجال الدفاع المدني، وقام بتنشيط هذه الدورة خبراء من المدرسة الوطنية لرجال الدفاع في فرنسا، وقام برعاية هذه المناسبة مدير عام الدفاع المدني العقيد محمود موسى محمود، وإن الدورة ستساهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ومساعدتهم على تأدية مهامهم على وجه المطلوب وفق الأهداف التي نظمت من أجلها الدورة. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة، وسلطت الدورة الضوء من خلالها على أهم الممارسات والمهارات في تقديم الإسعافات العاجلة التي سيسهم في حماية الأرواح وتجنب حدوث مضاعفات صحية في حالات الأزمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالإسعافات الأولية. والآن نتابع كلمة مدير العام الدفاع المدني العقيد محمود موسى محمود. À chaque cérémonie, le colonel Legoff, qui est l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France, qui ne ménage aucun effort. في كل مناسبة أو دورة تدريبية لا يدخر العقيد لوجوف وهو ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية لا يدخر جهدا في سبيل الإنجاح وتنظيم المناسبات والدورات المماثلة في ظروف. وأهنئ المتدربين الذين تألقوا وفازوا خلال الدورة التدريبية وأشيد بقدراتهم والمهارات التي تلقوها التي ستساهم وتساعدهم على تأدية مهامهم على أكمل وجه وبظروف جيدة، وأشجع المتدربين الذين لم ينجحوا من أجل مواصلة جهودهم ويحققوا نتائج جيدة في المرة القادمة. أقيمت مسابقة تحدي القراءة للمدارس الملحقة اليوم في مركز تدريب معلمي التعليم الأساسي، ونظمت هذه المسابقة من قبل مركز تدريب معلمي التعليم الأساسي بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي. فاز طلاب مدرسة أنكس 4 بالمركز الأولى، وفازوا بالأجهزة اللوحية للأطفال التي قدمها الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، وذلك بتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفقا للقائمين عليها، تسعى مسابقة التحدي القراءة إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والشباب في جيبوتي وتمكين القراءة في نفوسهم لتصبح عادة متأصلة في حياتهم. وتجر إشارة إلى أن التحدي القراءة هي مبادرة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة وتكريسها أسلوب حياة وخلق أجيال مثقفة. ألقت مديرة المركز كلمة أشادت بهذه المبادرة التي تسعى إلى تعزيز القراءة لدى أوساط الشباب. Je voulais juste
féliciter tous ceux qui enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs d'école. أود أن أقدم شكري للمعلمين والموجهين التربويين والمدراء والطلاب وأولياء أمور الطلبة على هذا العمل النبيل من أجل أن تكونوا ونكون معنا اليوم هنا، وهذا بهدف غرس حب تمكنوا من تطوير معرفتهم، لأن القراءة تعد مفاتيح العلم والمعرفة، حيث أن للقراءة أيضا دور كبير في الاستكشاف، استكشاف أشياء كثيرة ومتنوعة والسفر. مرة أخرى أهني جميع المشاركين خاصة أنيكس 4 لفوزه بالمركز الأول، وأنيكس 1 بالمركز الثاني، وأنيكس 4 الذي يشارك لابد تذكيره للمرة الأولى وتألق وقام بعمل رائع حتى يفوز بالمركز الثالث. شكرا لأولياء أمور الطلبة على دعمهم للتلاميذ، وأشكر جميع الجهات التي قدمت لنا الدعم، من بينهم الاتحاد الوطني الجيبوتي على دعمه من أجل الإنجاح في تنظيم هذه المسابقة في القراءة، وبدورها وزارة التربية ستقدم ما يتطلب من أجل المضي. أقامت المدرسة السعودية مساء أمس الأربعاء في القاعة الكبرى بقصر شعب حفلا مكرسا لتخريج الدفعة 25 من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، سميت بدفعة صالح الغامدي. وجرت هذه المناسبة برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي السيد فيصل بن سلطان القباني، وبحضور سفراء الدول العربية وفي مقدمتهم عميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي السفير الجمهورية اليمنية السيد عبد الله بن مسلم السقطري، والأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب، ومدير المدرسة السعودية سيد صالح القامدي. كما شارك في المناسبة أعضاء البعثة السعودية في جيبوتي وعمدة العاصمة سيد سعيد داود محمد، ممثلين للمنظمات الخيرية في جيبوتي من بينهم المدير الإقليمي لجمعية رحمة العالمية السيد عبد الغني القرشي، ومدير العام أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الصناعية السيد ميسرة محمد سيف، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو أحمد الحاج عبد الرحمن أحمد طه. وتخللت المناسبة باقة من الأناشيد التي قدمها طلاب وطالبات المدرسة السعودية، كما تابع الحضور عرضا مصورا يتناول الأنشطة المدرسية والمجتمعية المنفذة طيلة العام الدراسي الحالي 2022-2023. ويقدر عدد أفراد الدفعة 25 من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي نحو 50 طالبا وطالبة، فيما يصل عدد طلاب المدرسة في شقيها البنين والبنات إجمالا 735 طالبا وطالبة. وقد تم في نهاية هذا الحفل البهيج تكريم أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة السعودية، بالإضافة إلى كبار الشخصيات ممثلي الجهات المتعاونة مع هذا صرح التعليم الشامخ الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1993. والآن نتابع كلمة مدير المدرسة السعودية. هذا الحفل البهيج نتشرف اليوم بأننا نشهد تخرج أبنائنا من الطلبة الأعزاء، فهذا التخرج هو بمثابة حصاد جهودنا التي يشهد الله أننا لم نبخل بها على أي من طلابنا طوال مسيرتهم الدراسية، كما حرصنا كل الحرص على تغذية عقول طلابنا بكل ما ينفعهم، ليس في دراستهم فقط بل في حياتهم بشكل عام. ويعلم الجميع كم واجهنا من صعوبات وتحديات حتى نخرج جيلاً متفوقاً تتشرف به المدرسة وينفع بعلمه مجتمعه ووطنه. فاليوم لا نهني طلابنا فقط بل نهني أنفسنا، لأن كل جهودنا كللت بالنجاح، والفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى منسوبي المدرسة
الذين لم يدخروا أي جهد ولم يتأخر أحد في تحقيق أي مطلب في سبيل رعاية الطلاب واجتيازهم سنوات الدراسة بهذا التفوق والنجاح. ودعوني أسلط الضوء على مساعي العمالقة الذين لطالما كانوا سبباً في استمرارية العملية التعليمية وتطورها لتصبح بالصورة البهية التي هي عليها اليوم. إنهم من يسمونهم بالجند المجهولين، لأنهم من يعمل خلف الستار لينتجوا جيلاً مثقفاً واعياً. نعم، إنهم المعلمون والمعلمات. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون الوطني انطباعات وردود الأفعال المشاركين. هذا وأعرب المدير الإقليمي لرحمة العالمية السيد عبد القني القرشي عن ارتياحه للمشاركة في هذه المناسبة. هذا أنا أعتبره مهرجان مش حفل، لأن أكثر من حفل، ويعني تألق وتميز وريادة للمدرسة السعودية في جيبوتي في العمل التعليمي النوعي. فتهانينا لإخواننا في المدرسة السعودية على رأسهم السيد المدير الأخ الفاضل الحبيب إلى الجميع صالح الغامدي، وسعادة سفير دولة المملكة العربية السعودية في جيبوتي الأستاذ فيصل نعم القباني، جزاه الله كل خير. فتهانينا ونبارك هذا العمل الكبير، وإن شاء الله تعالى يعني من نجاح إلى نجاح، جزاكم الله خير. دوليا، مع دخول القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم أسبوعه الرابع، بدأت أزمة السيولة تضرب بقوة في أوساط السكان، الأمر الذي أدى إلى تقليص المشتريات بأكثر من النصف تقريبا. لكن رغم ذلك ارتفعت أسعار الخبز والكثير من مكونات سلة غذاء السودانيين اليومية بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، بينما ارتفع سعر الوقود وقاج الطبخ في السوق السوداء بنسبة تفوق 500%. ورقم احتدام القتال إن القريب هو انحسار ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المخابز ومحلات البقالة التي كانت تشكل المشهد العام في الأحياء الطرفية في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام الأولى التي تلت الانطلاع الحرب في منتصف إبريل. ووفقا لأحمد هو موظف في القطاع العام، فإن الجميع بدأ يحس بوطأة الأزمة في ظل تعثر صرف الأجور وتوقف أكثر من 80% من الأعمال في القطاع الخاص. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.